الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم مسابقة، وهي كل رمز يرمز إلى نبي من أنبياء الله، وفيها صورة حوت وصورة كبش وسكين، أي أن الحوت يرمز إلى يونس، والخروف والسكين يرمز إلى إسماعيل عليه السلام، هل هذه تجوز؟ لا أرى ذلك جائزاً، والله أعلم، من باب سد الذرائع، فإن هذا أمر ليس معروفاً لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح، أنهم كانوا يجعلون للأنبياء رموزاً تشير إليهم، حتى وإن كانت مستلة من كتاب الله عز وجل أو مستلة من القصص القرآني أو القصص النبوي، لكنهم كانوا يطلقونها على أنها قصص. وأما أن يجعل هذا الرمز علامة على إرادة هذا النبي فلا أرى ذلك جائزا لعدم وروده، وسدا لذريعة امتهان هذا النبي بتمثيله أو الرمز إليه بكبش أو حوت أو غير ذلك، فمقام الأنبياء أعلى وأجل وأعظم من أن يفعل معهم ذلك. فمثل هذه الأمور فيها قلة أدب على الأنبياء وإنزال لهم عن مقامهم الشريف، فالواجب علينا احترامهم وتقديرهم وتعظيمهم وإنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها. وإني أخشى لو أجزنا ذلك أو أجازه بعض العلماء أن يترقى الأمر فيجعلون مثلا شاكوشا ولوحا عبارة عن داود لأنه مثلا كان نجارا، أو عبارة عن نوح لأنه كان نجارا، فيعبر عن الأنبياء بغير ذلك. ويعني وعند ذكر الأنبياء في يوم من الأيام لا ينقدح في أذهاننا إلا تلك الصور المعبرة عنهم، فسدا لذريعة ذلك كله يجب منعه وسد هذا الباب. وأوجه المسابقات في الأنبياء كثيرة، كان يذكر مثلا يقال من النبي الذي ابتلاه الله عز وجل بالدخول في بطن حيوان بحري مثلا، هذه قصة القرآن، أو مثلا من النبي الذي حكم هو وأبوه مثلا في مسألة تخص الغنم، أي إذن سليمان وأبوه داود، وهكذا من النبي الذي كان في غار قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل الأسئلة التي فيها التعرف على شيء من أحوال الأنبياء يطرق فيها باب الأدب، لا يطرق فيها باب قلة الأدب بمثل هذه التعبيرات التي لا تمت إلى دين ولا إلى شرع بصلة، فالواجب تركها والحذر منها، والله أعلم.